واحنا بنتكلم برضو عن الاكاديميات، معانا برضو كان في مهرجان ويوم كان في مباريات وديه ما بين اكاديميه الاهلي في الشرقيه واكاديميه الاهلي في مركز شباب الجزيره، برضو كانت كاميرا الاشبال موجوده هناك. تعالوا نشوف يعني بعض اللقاءات وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل اسال ضيفي بقى عن لحظه انضمامه للنادي الاهلي ولحظه توقيعه مع المهندس عادل القيع. طبعا المهرجانات دي بتبقى مهمه جدا، اللعيبه بتلعب ماتشات بتتعود على احتكاك ما بين الاكاديميات الخاصه بالنادي الاهلي، فالنهارده مركز شباب جزيره الاكاديميه بتاعت النادي الاهلي واكاديميه النادي الاهلي الشرقيه، وده تاني ايفنت زي ما انت قلتي، حاجه بتبقى مفيده جدا للعيبه، بياخدوا ثقه في نفسهم، بيحتكوا مع اعمار سنيه زيهم في نفس المرحله السنيه، فبتديهم الثقه، فدي بتبقى مفيده جدا بالنسبه للولاد. يعني انا طبعا مسؤول عن النواحي الفنيه، في برامج تدريب لكل الافرع لكل المدربين ثابته بتتغير، انا بغيرها كل فتره من 15 لشهر، بنغير برامج التدريب بالنسبه لكل المدربين، موحدين سياسه التدريب بالنسبه للعيبه، الاشراف طبعا بالنسبه للمدربين وتقييمهم وتطويرهم، دي برضو حاجه مهمه جدا. انا بقى بالنسبه لي يمكن انا عشان اشتغلت برضو في قطاعات الناشئين فترات كبيره جدا، اخرها كنت في قطاع الناشئين نائب مدير قطاع الناشئين في النادي من 3 سنين، انا الحمد لله ربنا مديني ملكه عينيا كويسه، بقدر اكتشف اللعيبه اللي مستواها ممكن ان هم يبقوا كويسين، وفعلا انا بسجل بصورهم انا من خلال شغلي انا الخاص، بصورهم باخد اساميهم بحيث المتابعه بتاعتهم حتى بعد كده تبقى في منتهى سهوله مع المدربين بالاتفاق طبعا مع المدربين بتوع الافرع. الهدف من المباريات ديت الخارجيه ديت طبعا تفيد العيل وتخلي الولد من دول ياخد على الماتشات الخارجيه، يشوف زمايله في الاكاديميات الفروع الثانيه، بيستفاد كتير جدا فعلا، لانه بيستفاد اللاعب بيعمل مباريات وديه مع الشطه، وانا بعمل مباريات وديه عندي كتير، انا دي خامس عامل خمس مباريات وديه الفتره اللي فاتت، وهنا بروح مدينه نصر بعد كده ان شاء الله الفتره اللي جايه، كل ده بيفيد اللاعب، بيعمل احتكاك للاعب يستفاد منه، وعندنا عناصر موازيه جدا في الاكاديميه، يعني كابتن شطه شافهم قبل كده موازيين جدا، ومنهم بيروح القطاع قريب. بس كابتن خالد هيبص عليهم ان شاء الله الفتره اللي جايه، وان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله. اللعيبه المميزه احنا دايما مقسمين، حتى في اللعيبه عندنا احنا مقسمين الفترات، كل مرحله سنيه ليها 3 فترات، كل فتره على حسب مستواها، فدايما اللعيبه المميزه احنا دايما بنخليهم في اخر مستوى، بنشوف دايما حتى الاحتكاك دايما ما ينفعش نعمل احتكاك ضعيف مع فرقه قويه، دايما بنعمل الاحتكاك القوي مع الفرقه القويه في كل الفروع. فمعانا برضو اللجنه الفنيه بكابتن شطه كابتن خالد جد الله وانا موجود فيها، لاختيار افضل العناصر، اللعيبه الكويسه قوي بنقدر ننضم لقطاع ناشئين بتنضم وبتعمل معايشه مع قطاع ناشئين، اللعيبه الثانيه لو القطاع مش محتاجها بتنضم لانديه ثانيه، اي نادي ثاني في مصر برضو بيبقى له نصيب وحظ من الاكاديميه كبير جدا. احنا يعني لما في فروع جديده داخله غير بيبقى عايزين نكسب، غير ما احنا كده كده بنلعب ضد بعض، فاحنا عارفين ان احنا كده كده فرقه واحده، ف يعني لما احنا فرقه واحده فكله برده بيتدرب عشان يغلب الفرقه الثانيه، فلما الفروع دي تيجي عندنا نعرف نغلبها، وهي دي فكره التمرين والتقسيم.